أعضاء فرقة أنور حساني للمسرح. إحنا فرحانين بهذا المولود الجديد اللي هو مراحل إنجاز عمل مسرحي. كنعرفوا إحنا بأن الأغلبية ديال الكتاب كل واحد كتلقاه سواء كيهضر على السينوغرافيا ولا يهضر على الإخراج ولا كيفية التشخيص، ولكن هذا العمل كان شامل وكان كيبان لي بأنه يكون مرجع إن شاء الله في المكتبة للطلبة كاملين اللي غادي يبغي يسهل عليه العمل المسرحي وحتى الدراسة المسرحية ديالو. المركب محمد زفزف لهذا النشاط الفني والعلمي المتميز، لأهنئ صديقي سي أنور حساني على المؤلف ديالو الجديد مراحل إنجاز عمل مسرحي. وهذا العمل يتميز بأنه عمل مهني يجمع بين الإبداع من جهة وبين الفن كذلك. أنا مسرور جدا. العلاء عبدلاوي طالبة في المركب محمد الزفزاف عند الأستاذ أنور حساني. كيحس لي الشرف أنني كنت كنقرأ عنده، وسورتو ماشي أول مرة كنحضر ليه لتوقيع الكتاب ديالو. حضرت للتوقيعات بزاف ديال الكتب، وأنا فخورة أن الأستاذ ديالنا يكون ماشي غير ممثل فقط ولا أستاذ، ولكن مخرج وممارس إلى غير ذلك. وأنا فخورة بهذا اللي غدا إنجاز كبير للمسرح المغربي. يعني لي الشرف أنني حضرت الحفل توقيع كتاب إعداد مراحل العمل المسرحي للكاتب المخرج والمؤلف والسيناريست كذلك أستاذ أنور حساني. طبيعة الحال الكتاب هو واحد طفرة نوعية من المجالات ومن الكتب الجميلة جدا اللي غادي تغني الكتابة والخزانة المسرحية. هنيئا للطلبات هذه الشعبة، وكذلك هنائيا حتى الباحثين والأساتذة اللي كيهتموا بالمجال المسرحي. طالب في معهد الفن الدرامي محمد الزفزاف عند الأستاذ أنور حساني. اليوم كان مولود جديد عند الأستاذ اللي هو كتاب مراحل إنجاز العمل المسرحي. كتاب مهم وشيق وغادي نستافدوا منه بزاف، وكنبغيو نشكروه على كل المجهودات اللي كيدير معنا